اسعد اوقاتكم اعزائي متابعي ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، معلقكم الرياضي محمد رمضان يحييكم ويسعدني نكون مع حضراتكم للتعليق على وديه اهلاويه جديده. النهارده بيستضيف المرج على ملعب مختار التتش بنادي الاهلي بالجزيره. المرج موجود بالاصفر والشورت الازرق على شمال الشاشه وشمال حضراتكم، اما الامبراطور الاحمر النادي الاهلي بالتيشيرت الاحمر الشورت الابيض هو موجود بزيه التقليدي على يمين الشاشه. موسيماني النهارده بيجرب ايه؟ بيفكر في ايه؟ التجربه الوديه، عايز يقف على تشكيله معينه على طريقه لعب هنشوف مع سر اللقاء. بادئ بمين؟ بمصطفى شبير في حراسه المرمى، موسيماني قدامه اثنين ياسر ابراهيم ورامي ربيع، على يمينهم محمد هاني اهو اللي معاه الكوره، على شمالهم كريم فؤاد. اما الارتكاز النهارده في وسط الملعب نقدر نقول عمار حمدي واحمد عبد القادر، قدامهم حسين الشحات، على يمينه طاهر، على شماله كهربا، والقوى الهجوميه محمد شريف. اما كابتن علي سليمان المدير الفني للمرج بادئ بمين النهارده؟ بمحمد سامح قدامه اثنين، ابراهيم علاء الدين وفتح الله، على يمينهم عماد صابر، على شمالهم احمد حماده. اثنين ارتكاز في قلب الملعب ديفندرات النهارده، حماده الشافعي، عبد اللطيف احمد، راس حربه صريح هو محمود سيد، ومن تحته ثلاثة محمد خالد، عبد الرحمن محمد، ومعاذ فتحي. حكمنا وكابتن محمد محمود بيعاونوا سيف صبرا وكريم حسين. ادي كورة مقطوعة ربيع وندخل في اجواء اللقاء اللي بادئ يمكن بقاله دقيقة ونص اهو. عمار حمدي يطول، عماد يقطع، صابر على طول ترجع تاني جابها عمار حمدي. كهربا على حدود منطقة الجزاء المرج، كهربا عرضية للشريف ولكن تتشال من ديفنس المرج، ترجع تاني لسه عمار حمدي يجيبها، عبد القادر دربكه تتشال على طول وتتشتت في قلب الملعب على طول. رامي ربيع يسد لهاني في الشمال في نص ملعب مرج، يا ولد قطم حلو للشحات، حسين الشحات على حدود ال 18 يشيل عماد صابر لخارج الملعب، اوت لصالح النادي الاهلي. لسه اهو اوت اهلاوي. التجارب الودية كل مدير فني عايز يشوف حاجة، عايز يجرب ممكن يعمل لقاء ودي عشان خاطر يشوف طريق لعبة معينة للعيب في مكان جديد. يعني النهاردة بس كريم فؤاد بيلعب باك ليفت، هو المتعارف عليه ان هو باك رايت الراجل، بس لما يلعب شمال ويمين تفرق، هل يقدر يسد معايا ولا لا؟ رامي ربيعة اهو بيستلم يطول، فيعني كل فكر مدير فني وبيجهز ممكن بحمل تدريبي معين بجملة معينة بفكرة معينة يبقى عايز يشوف هيروح لفين الكلام ايه. لسه الكرة اوت اهلاوي بنص ملعب المرج من ناحية الشمال، محمد هاني على التنفيذ، ادي هاني للشحات على طول، ياسر ابراهيم يستلم من رامي ربيعة يطول واحدة لعبد القادر، استلامة لكن مضغوط عليه وتطلع اوت لصالح النادي الاهلي. كهربا يستلم، كهربا يرجع بيها لياسر ابراهيم، ياسر بعرض الملعب، ربيعه استلامه، ربيعه ينقل طاهر، يطول طاهر على صدره حلو، استلام من شريف وقف بيها كويس، سند لعبد القادر، عبد القادر عايز يركب كهربا ترد ولكن تتشال، لسه خطر الكوره وفي النهايه اوت يشيلها على طول محمد خالد، اوت لصالح النادي الاهلي. قرب الرايه الركنيه من ناحيه الشمال، هاني هيلعبها، محمد هاني، محمد شريف يستلم، شريف يرجع بيها على طول حسين الشحات، عمار حمدي ينزل، رامي ربيعه كابتن فريق النادي الاهلي النهارده يحطها لياسر ابراهيم، كريم فؤاد، كريم عايز يطول واحده لعبد القادر لكن عماد صابر قاطع، عماد لسه معاه الكوره تصرف فيها كويس ليه حماده الشافعي، اتقطع التاني الكهرباء، كهرباء لعبد القادر، عمل موسم ما شاء الله عليه الولد بصراحه السنه اللي فاتت ما شاء الله، يعني نمسك الخشب عمل موسم كويس قوي مع سموحه. لسه الكوره مع الشحات، استلامه على طول الشحات، عمار حمدي، عمار يطول، عبد القادر احلى بالكعب للشحات جوه ال 18 لشريف ولكن على طول الفرمله موجوده من مين؟ من ابراهيم علاء الدين، يطلعها لخارج الملعب عشان تبقى ضربه ركنيه اهلاويه قوي. واحنا واصلين لاول خمس دقايق من عمر المباراه. لسه الكوره على طول استلامه. رجع
ارجع سيل، ارجع سيل تاني. لسه الكوره توصل على طول، واحده في الشمال استناده على طول تروح ليه عماد صابر. عماد تاني ترجع على طول، لسه في قلب الملعب عبد الرحمن محمد. لسه الكوره رايحه جايه، ترجع تاني محمد هاني. ادي كريم فؤاد على طول توصل عمار حمدي. نقلات كلها واول خمس دقايق لسه النادي الاهلي بيحاول يوجد ثغره. يمكن دلمرج مقفل قوي شمال ويمين. ادي كوره ترجع تاني على طول استلامه، ولكن ضربه مرمى هيلعبها محمد سامح للمرج. وادي طاهر لسه الكوره ماشيه توصل على طول اوت. ياسر ابراهيم يقطع وعلى طول الحكم اللقاء يحسبها. لسه الكوره رايحه تاني، رامي ربيعه ترجع له، ياسر ابراهيم يسلم واحده لعمار حمدي. لسه الكوره مع ربيعه تاني، ربيعه يطول يرجع تاني محمد هاني. رامي ربيعه محمد هاني استلامه على طول، هاني ينقل لعمار حمدي. عمار عبد الله، لا ده الشحات كهربا عايز يطول ترجع، لكن تشتيت على طول من ديفنس المرج. ياسر ابراهيم مره تانية، ياسر عمار حمدي على طول، رامي ربيعه ياسر ابراهيم الشحات توصل على طول عبد القادر يعلي، ومحمد هاني احلى جوه ال 18، لكن ما فيش حد موجود الا محمد سامح. محمد هاني واخدها فيرست تايم كده على طول مباشر. سامح يلعب الكوره عند فتح الله على حدود 18. ايه المرج؟ الباس مش مظبوطه، تنقطع وتطلع اوت للنادي الاهلي. ادي كابتن علي سليمان واقف في المنطقه الفنيه بيدي التعليمات لفرقته. هات وخد كريم فؤاد وكهربا، توصل للشحات عايز يطلع كريم فؤاد. عماد صابر قاطع وضربه حره لصالح عماد صابر. ادي كريم فؤاد راجع اهو. لسه عماد صابر على التنفيذ يعلي واحدة عالية وطويلة في قلب الملعب. محمود سيد تعدي منه وتوصل لمحمد هاني. هاني كريم فؤاد على طول كهربا، كهربا نص ملعب المرج حط على الأرض. محمد شريف استلم، شريف شريف يرجع بيها وعلى طول بالعرض هناك لمحمد هاني. هاني سند طاهر، طاهر محمد يستلم على طول لعمار حمدي على حدود منطقة جزاء المرج. عبد القادر هات وخد، عبد القادر عبد القادر العرضية، ولكن التشهيد موجود من ديفنس المرج. توصل الكرة عند معاذ فتحي عايز يعدي معاذ. عماد صابر يشتت يرجع تاني الكرة عمار حمدي. الضغط الأهلاوي موجود على محدود منطقة جزاء المرج. عمار حمدي عايز يعدي، حكم اللقاء مشى اللعب. معاذ فتحي ينقل واحدة عايز يعديها بعقل قوي لكن مقطوعه حماد الشافعي. ترجع تاني عمار حمدي على حدود منطقه جزاء المرج. عبد القادر يعلي ترجع عمار يجيبها لعبد القادر لطاهر محمد. طاهر طاهر زق واحده الكهرباء، كهرباء مستعجل، كهرباء يلعبها وتروح سهله في ايد محمد سامح حارس مرمى. 10 دقائق تعادل بدون اهداف الاهلي والمرج في تجربه وديه الاهلي بيستضيف فيها المرج على ملعب مختار التتش.
بنادي الاهلي بالجزيره. ادي كور على طول في قلب الملعب، محمود سيد اللي سايق يستلم، يحط في الشمال واحده عند امير حماده. لاحمد حماده على طول يطول واحده، انطلاقه محمد خالد ده ولا مين؟ محمد خالد هو على حدود 18 الاهلي، اول ذهول للمرج على حدود 18 النادي الاهلي. ادي كوره وتتلعب ولكن تروح سهله في ايد مصطفى شوبير. اول ذهول لشوبير بعد 10 دقائق من انطلاقه الشوط الاول واللقاء. طاهر ينقل لكريم فؤاد، كريم يسلم واحده على طول لمحمد هاني في اليمين للشحات. رامي ربيعه، عمار حمدي للشحات على الارض، طاهر، عبد القادر، كهربا، كهربا يعليها تاني عند كريم فؤاد توصل له، كريم على حدود 18 المرج على الارض، طاهر، طاهر، طاهر سدد بشماله ولكن تعدي وتمر، ضربه مرمى صالح المرج. ادي اهو محمد سامح بيتكلم حارس مرمى المرج. هيلعب ضربة المرمى. توصل الكورة على طول لابراهيم علاء الدين على حدود 18 المرج، بيستلم ضربة المرمى ويعليها طويلة في نص ملعب النادي الأهلي. ربيعة مع محمود سيد، عايز يعدي بيها محمود، زقها يقطع ياسر إبراهيم، ياسر ينزل بيها ياسر لمصطفى شوبير جوه منطقة جزاء النادي الأهلي. شوبير يسلم واحدة لكريم فؤاد، كريم لعمار حمدي، عمار ساقط يستلم عشان يبدا الهجمه الاهلاويه، يحط الرامي ربيعه في اليمين، ربيعه لمحمد هاني، هاني يستلم يرجع بيها تاني، هاني لرامي ربيعه. ادي ربيعه يعكس اللعب، حلوه استلام احلى بس تطول من طاهر، ياخدها عماد صابر لمعاذ فتحي، حسين الشحات يسدد اه والعارضه تشيل ترجع تاني الكوره، وده لولا محمد سامح بيتصرف مع الكوره بشكل غريب. محمد شريف، كهربا 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 كهربا، طول فيها واتقطعت على طول، توصل الكوره على طول المرج، عايز يعدي بيها محمد خالد ينجح انه يجيب اوت، لكن سلامات هنا وقع على ايده محمد خالد، سلامات وقع بره الملعب، اختل توازنه كده في اللعبه اللي فاتت، ومحمد هاني رايح يطمن عليه. اهي شوفوا حضراتكم هنا الشحات حط واحده ايه على طول صاروخ، يمكن اول ظهور بقوه، الاهلي مستحوذ وبيروح بس اول تسديد على الثلاث خشبات والعارضه تشيل مع الدقيقه 13. لسه الكوره مع المرج، استلامه باص مش مظبوط تروح لربيعه، الشحات يزقها على طول لكهربا، كهربا كهربا يفتح اللعب احلى لطاهر محمد، طاهر يرجع تاني الكوره ينزل بيها لكريم فؤاد، كريم فؤاد على حدود 18 المرج من ناحيه الشمال، عمار حمدي يحط الكهرباء، يرجع كهرباء قصيره يا راجل ده كلام، ادي الكوره يقطع معاذ فتحي ولكن رامي ربيعه يسبق ويجيبها، ياسر ابراهيم على طول، كريم فؤاد ترجع تاني الكوره لعمار حمدي، عمار للشحات يطول الشحات لطاهر ولكن تخبط وتروح لضربه ركنيه تانيه للنادي الاهلي. نص ملعب المرج المره دي من ناحيه الشمال. ادي الاركي عدت ربيعه وتوصل ولكن التشتيت موجود، خدها محمود سيد وضربه لخمه، ياخدها على طول احمد عبد القادر للنادي الاهلي. على طول عاليه يرجع تاني كور توصل. لسه الكوره مع محمد سامح، ربع ساعه من عمر الشوط الاول، لسه التعادل بدون اهداف، اخطر ما في الشوط حتى الان صاروخ الشحات اللي رد من كم العرض، ما فيش من دقيقتين كده، اللي في الدقيقه 13 لسه المرج ظهر
على استحياء في هجمه عرضيه كده راحت سهله في ايد مصطفى شوبير. ادي الكره الطوليه للمرج يرجع بيها ياسر ابراهيم. ادي الكوره على طول طاهر. لسه العرضيه من كهربا تطلع ركنيه ثالثه اهلاويه في نص ملعب المرج من ناحيه اليمين. كريم فؤاد بيجيبها اهو ومقرب له كهربا. كهربا حط لكريم فؤاد عايز يلعب العرضيه تتقطع وعلى طول للمرج. هل هيعمل مرتده؟ هنشوف. داني ترجع كوره في قلب الملعب توصل عبد اللطيف احمد يسلم ولكن ضغط اهلاوي على طول ياخدها اوت لصالح النادي الاهلي. ادي كابتن علي سليمان بيقول له العب كوره سهله ما تستعجلش. ياسر ابراهيم محمد هاني هاني للشحات. لا ده المره دي طاهر. طاهر اللي بيستلم قصيره لاحمد عبد القادر ياخدها على طول حماده الشافعي. الشافعي عايز يعدي بيها ولكن طاهر خدها. ماشي طاهر ودي ضربه حره لصالح طاهر في نص ملعب المرج. محمد هاني عايز يروح بيها. محمد خالد يحط جسمه ويقطع. ادي خالد اهو تخبط في خالد وتطلع اوت قريبه مني. كابتن سيف صبري المساعد ويحسبها على طول اوت للاهلي. محمد هاني زق وعدى. تاني الفرمله موجوده من احمد حماده تتشال وترجع. لسه الكره مع المرج ترجع مقطوعه على طول. شوف الضغط الاهلاوي هنا مش مخلي المرج بيعرف يبقى يمرر الكره ولا يعدي نص الملعب. ادي الكره مع ياسر ابراهيم. كريم فؤاد كريم 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 لسه على حدود 18 المرج. كهربا كهربا ولكن هنا التشتيت مفيش ربط بقى بين حارس المرمى وخط ظهر المرج ولكن بالامان يشيل ابراهيم علاء اوت للنادي الاهلي. ادي الكره مع كريم فؤاد تعلى كوره تشتيت موجود. لسه محمد هاني عرضيه جوه ال 18 محمد شريف وادي الشحات والمره دي تعلى تعلى وتطلع فوق العارضه ضربه مرمى للمرمى. لعبت حلو. ادي الاعاده اهي محمد شريف سند الشحات واخد القرار عامل البليسنج ولكن تطلع. ادي الكوره ادي الكوره اهي على طول تاني على طول هنا طاهر تتخطف ترجع عمار حمدي. ياسر ابراهيم توصل لرامي ربيعه. ربيعه يسلم عبد القادر. محمد هاني في نص ملعب المرج من ناحيه الشمال يطول. طاهر طاهر عايز يلعب العرضيه تخبط في احمد حماده وتطلع على طول اوت لصالح النادي الاهلي. قرب الرايه ركنيه من ناحيه الشمال جاي يلعبها محمد هاني. ادي العرضيه على طول التشتيت موجود من محمد سامي حارس مرمى المرج. تروح الكره على طول في اليمين عند كريم فؤاد. كريم يسند للشحات الشحات لكهربا. كهربا عايز يعديها مقطوعه من عبد الرحمن محمد تتحط لمحمود سيد تخبط وتوصل ليه حماده الشافعي يرجع بيها عماد صابر. نقلات للمرج اهو. ادي كوره استلامها من محمد خالد يطول واحده اطول من لازم تروح سهله في ايد مصطفى شو. ادي مصطفى شوبير اهو يلعب لمحمد هاني. هاني لطاهر يرجع تاني لرامي ربيعه يطول ربيعه واحده عاليه وطويله على الشحات تطلع اوت لصالح المرج. قرب الرايه ركنيه من ناحيه اليمين المره دي. ادي هنا بقى الكابتن علي سليمان والتعليمات لفرقته. تلت ساعة من عمر الشوط الأول بنقرب عليها اهو. لسه حتى الآن تعادل بدون أهداف ما بين الأهلي والمرج. تجربة ودية للنادي الأهلي. أدي كورة توصل على طول عمار حمدي ولكن ما يلحقش تنقطع لمعاذ فتحي. معاذ يحط على الأرض لعبد اللطيف أحمد عايز يطولها لمين؟ ما تلاقيش حد لياسر إبراهيم. ياسر
ماشي ياسر، يطول ياسر، واحدة لكهربا، كهربا باس أحلى للشحات جوه 18 المركز، أدي اتخطفت من الشحات، توصل على طول واحدة عند معاذ فتحي، معاذ تطول الكورة وتروح لياسر إبراهيم، ياسر ليه كريم فؤاد لكهربا، باس مش مظبوط ما ربطوش مع بعض كويس، تطلع الكورة أوت لصالح المرج في نص ملعبه من ناحية اليمين، جاي يلعبها عماد صابر، عمار حمدي يستلم للنادي الاهلي، يفتح اللعب عند محمد هاني، ادي هاني اهو يسلم على طول واحده لطاهر، قصيره على عبد القادر، يقطع احمد حماده، ترجع ليه ابراهيم علاء الدين، احمد حماده يستلم للمرج، طويله كوره حلو الباس، ادي انطلاقه للمرج، انطلاقه على حدود منطقه جزاء النادي الاهلي، محمد خالد، محمد خالد وياسر ابراهيم، محمد خالد وضربه مرمى لصالح مصطفى شبير والنادي الاهلي. ادي اهو كابتن محمد محمود حكم اللقاء قال له قوم ما فيهاش حاجه ضربه مرمى. ياسر ابراهيم يسلم عمار حمدي، عمار احمد عبد القادر توصل الكره رامي ربيعه يشيلها عاليه رامي ربيعه لكن تروح سهله في ايد محمد سامي حارس مرمى المرج. الكرة تتلعب على طول لفتح الله مساك المرج في قلب الملعب يسلم معاذ فتحي، معاذ يطلع عبد الرحمن محمد، والله المرج بدأ يدخل في الجيم، بدأ يظهر في نص ملعب النادي الأهلي، بينقله كرة على الأرض أهو، أدي محمد خالد وأدي هنا يقطع منه محمد هاني، ماشي هاني 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 وسط ثلاثة يعكس اللعب أحلى لمحمد شريف، شريف على الأرض كهربا كهربا تاني للشحات جوه 18 المرج، الشحات الشحات الجون فاضي، الشحات طول فيها محمد شريف تخبط ودربكه وفي النهايه تتشال، يا راجل ده كلام يا شحات، لكن الكره توصل تاني محمد هاني ترجع ادي الكوره لسه مره تانيه عمار حمدي يحط الكريم فؤاد ادي الكوره اهي تاني عمار يسلم عبد القادر تحضير اهلاوي تتشال من ديفنس المرج تسقط للشحات لمحمد شريف على حدود 18 المرج طاهر ادي كوره على طول ترجع وادي محمد سامح لسه مع الكوره يبدا هجمه للمرج ادي الكوره توصل على طول للشحات يطول واحده لطاهر ولكن هنا ابراهيم علاء الدين يحط الراسيه في وقت قاتل لمحمد سامح يعني لو الكوره شمال او يمين تبقى مشكله لسه الكورة ترجع تاني كرة رايحة جاية ادي الهجمة محمود سيد تعدي وتوصل لرامي ربيعة ربيعة يسلم على طول واحدة لطاهر محمد طاهر طاهر يطول واحدة الكهرباء كهرباء برأسية ما ربطش معاه محمد شريف لسه الكورة هي مع المرج لسه اهو ادي الكرة استلامه في قلب الملعب حماده الشافعي للمرج حماده يلعب واحده على طول في نص ملعب مرج من ناحيه اليمين يلحق فتح الله يحط ليه معاذ فتحي دخلوا على بعض خد عمار حمدي عمار حمدي يطول واحده عمار محمد شريف 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 اه حلوه الفكره حلوه لكن هنا فيها رايه وصفاره تسلل ليه شريف على المغمض لا ان الجون طلع وخط الظهر ضارب نخمه راح خاطفها ولكن هي تسلل
ادي الكره مع فتح الله. 25 دقيقه من الشوط الاول من المباراه الوديه اللي بتجمع ما بين النادي الاهلي وفريق المرج. ادي الكره تطول على طول واحده معاذ فتحي ومعاه ياسر ابراهيم وضربه حره للمرج. ادي كابتن علي سليمان مدير الفني للمرج. توصل الكره استلامه من حماده الشافعي يطول ومحمد هاني يقطع لحدود 18 النادي الاهلي. يسلم طاهر. طاهر ينزل بيها لمصطفى شوبير بثقه زياده قوي يحط الرامي ربيعه يرجع تاني رامي. عمار يبدا هجمه اهلاويه. عمار على الارض يحط لعبد القادر. عبد القادر يطول واحده حلوه لمحمد شريف توقع وراح. شريف ياخدها. شريف يسند لطاهر. طاهر لعبد القادر للشريف. ما حطش لعبد القادر عايز يشوط وترجع من ديفنس المرج. محمد هاني يطول تاني لطاهر. طاهر لمحمد هاني جوه 18 المرج. العرضيه حلوه 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 العرضيه لكن ما تلاقيش غير كهربا يلحق من بره الصندوق. كهربا عايز يعدي لكن هنا الكره تخبط وتبقى ايه ضربه ركنيه ولا ضربه مرمى. لا شكلها كده ضربه مرمى. كهربا بيضحك من عماد صابر. لسه محمد سامح التنفيذي ضربه المرمى لصالح المرج. سامح هيلعب لمين؟ لسه سامح بيشوف هيلعبها طويله بقى في نص الملعب. طول سامح واحده عاليه في نص ملعب النادي الاهلي. محمود سيد لكن ياسر ابراهيم يرد تروح لعبد القادر يجيبها تاني. يا ضربه حره هنا صفاره من محمد محمود لصالح احمد عبد القادر والنادي الاهلي. ضربه حره غير مباشره والراجل رافع ايده. ياسر ابراهيم يسلم لرامي ربيعه. طاهر لمحمد هاني لطاهر. عمار استلامه للنادي الاهلي وتحضير لهجمه. الشكل المعتادين عليه بقالنا 27 دقيقه حصار اهلاوي للمرج. المرج يمكن ظهر على استحياء. ادي الكره هي مقطوعه. معاذ فتحي. معاذ ترجع تاني يجيبها عمار حمدي. في استعجال في الباص لعيبه المرج. وادي هنا ضربه حره لصالح حماده الشافعي. ادي عمار حمدي اهو. وادي الكوره توصل لحماده الشافعي. حماده حماده. ابراهيم علاء الدين يطول ما يربطش معاه محمد خالد. تروح سهله عند مصطفى شوبير. يسلم محمد هاني. ماشي هاني يطول واحده في المساحه حلوه لطاهر محمد. طاهر طاهر لف ورجع بيها. طاهر سند لمحمد هاني اللي ظهر له على حدود 18 المرج. عبد القادر احمد عبد القادر لمعاذ الحناوي. معاذ الحناوي ده كان لعيب بقى في الاهلي ومشي دلوقتي هو كان في الانتاج واتنقل ده عمار حمدي. يعني لعيبه كتير مرت وعدت من ناشئ الاهلي ومشيت. لسه الكوره على طول ضربه مرمى للمرج. محمد سامح تخبط ضربك. عبد القادر عبد القادر كهربا والشحات والقايم يشيل. يا الشحات سندها الكهربا مش ماشيه معاك يا كهربا. هنا حطها حلو كهربا عكس اتجاه الجون 100% والقايم يشيل لضربه مرمى لصالح. المرج اتحطت حلوه في القايم ركنها حلو كهربا. هي الفكره حلوه بصراحه عكس اتجاه محمد سامح ما عملهاش حاجه ده انفراد بالراجل. ادي ضربة المرمى سامح يلعبها طويلة في نص ملعب النادي الاهلي. لسه الكورة مع مين؟ ده مين اللي مكمل؟ هنا عمار حمدي والحوار مع عبد اللطيف احمد. هنا التحذير من محمد محمود حكم اللقاء. مالوش عادي يعني ده لقاء ودي مش بيستاهل ابدا اي توتر او نرفزه في الملعب. ده هي كل فرقه بتجرب وبتشوف طريقه لعب لعيبه معينه بتشوف قطط اي يعني وجهه نظر فنيه بحته استعداد. ادي انطلاقه حماده الشافعي. محمد هاني يقطع. بدانا نقول اسم مصطفى شوبير اكتر من مره. ادي الكره الطويله تطول على طاهر ما يلحقهاش تطلع اوت لصالح
المركز بيحضر هنا في اللقاء سيد محمد الجرح عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بيتابع اللقاء أهو الراجل من الملعب. هذه الكورة مع المرج تطول الكورة وتوصل رامي ربيعة على طول عمار حمدي ده لمسة يد يا راجل ده محضر لكن هنا حكم اللقاء مشي اللعبة إن الكورة فيها أدفانتج الكورة تحت فرصة مع النادي الأهلي. الشحات يطول الشحات لكهربا كهربا عرضية ولكن بعقل قوي يرجع بيها أحمد حمادة الحارس مرمى محمد سامح لاعب المرج. نص ساعة لسه زي ما النتيجة قدام حضراتكم 0-0 تعادل سلبي مفيش أي جديد. ترجع الكورة وتروح على طول عند محمد سامح. ترجع الكورة تاني من رأسية ياسر إبراهيم تلاقي عبد الرحمن محمد في نص الملعب لكن يضغط على طول عليه طاهر وياخدها للنادي الأهلي. طاهر واحدة الكهرباء يسند الكهرباء لمحمد شريف مقطوعة طاهر يجيبها عمار حمدي عمار لطاهر كهرباء موه كهرباء عدى كهرباء بشماله فين يا كهرباء في السماء تطلع ضربة مرمى لسه ضربة المرمى للمرج هيلعبها محمد سامح لسه محمد سامح على التنفيذ للمرج هيلعب ضربة المرمى يرد هاني توصل لطاهر محمد طاهر طاهر على حدود 18 المرج عرضية مش لحد كهربا كان سابق ما تلاقيش غير عماد صابر ادي الكورة توصل على طول واحدة عند عبد اللطيف احمد يرد عماد صابر ترجع الكورة كريم فؤاد كهربا يطول واحدة ما تلاقيش غير محمد سامح حارس مرمى المرج يلعب لاحمد حماد حمادة على الارض توصل على طول حمادة يسلم حمادة الشافعي عبد الرحمن باص مقطوعة من احمد عبد القادر يا ولد عدى حلو عبد القادر يسند لمين مين اللي مقابل كهربا يتزحلق النهارده يوم مش يومك يا كهربا ولا ايه اتزحلق كان سابق فيها كهربا لسه الاوت للمرج اتلعب الاوت على طول توصل ليه عبد اللطيف احمد يلعب بعرض الملعب هناك على طول انطلاقه ده احمد حماده ماشي بنص ملعب النادي الاهلي حط لمحمد خالد خالد عدى خالد من محمد هاني باص ما فيهاش رايه ولا صفاره ودي العرضيه ولكن مصطفى الشوبيري اهي فيها رايه وصفاره تسلل اول على المرج بدا يظهر كان في تسلل على محمد شريف ودي المرج بدا يوصل اهو والله اداء طيب جدا من فرقه المرج احد انديه القسم الثالث يعني عامل شغل كويس ادي محمد شريف ظاهر بشكل طيب طبعا قدام النادي الاهلي فرقه كبيره تاريخ بطولات انما ظاهرين بشكل كويس قاعدين يقفلوا بيلعبوا بهدوء وبداوا يوصلوا لمرمى النادي الاهلي بعد ما وصلنا لدقيقه 33 من عمر الشوط ودي هنا معاذ فتحي بمنتهى الهدوء والثقه يطلع الكره الركنيه رابعه لصالح النادي الاهلي. ادي كريم فؤاد كريم فؤاد لسه يلعب الضربه الركنيه الاهلاويه على القايم البعيد ولكن تطلع المره دي الركنيه خمسه المره دي من ناحيه الشمال ونص ملعب المرج لسه اهو ادي الكوره توصل لكهربا كهربا يلعب عرضيه تروح لطاهر طاهر جوه 18 المرج عايز يحطها بليسنج الفكره حلوه وتخبط في العارضه اللي في الجون اللي بره ولكن التنفيذ تعلى وتمر لضربه مرمى لصالح المرج ادي محمد سامح 35 دقيقه وادي حكمنا النهارده محمد محمود حكم اللقاء 35 دقيقه من عمر الشوط الاول سيطرة أهلاوية استحواذ أهلاوي هجمات أهلاوية المرج
بيظهر على مرمى النادي الاهلي على فترات بعيده كده، لكن فرقه ماسكه نفسها قادره ان هي تقف قدام النادي الاهلي. ادي الشحات، الشحات يحط لعبد القادر في نص ملعب المرج في المساحه، محمد هاني العرضيه بس لمين مقابل؟ ادي محمد شريف ولكن تشتيت من ديفنس المرج، ترجع تاني الكره لحدود 18 المرج، كهربا مش رابط مع محمد شريف لحد دلوقتي، توصل الكره لياسر ابراهيم. كل لعيبه الفرقتين في نص ملعب المرج، منطقي جدا. حد هيقول لي اه طبعا منطقي. ادي كهربا، الشحات لكهربا، ادي كهربا، كهربا صح كهربا، واستلم الكره على الطاير فيرست تايم عشان يسجل اول اهداف النادي الاهلي مع الدقيقه 36 من عمر الشوط الاول. اللقطه شكلها حلو، طرف الهواء على شكل وطريقه كابتن ماجد النجم الكرتوني الكبير اللي كان بيحط الاجوان دي، اتسقطت له حلوه من الشحات. شوفوا الاستلامه من الشحات، قال لك كهربا روح بقى يا عم اهو، هي النهارده لسه مش ماشيه معاك. خدها حلو، الفكره حلوه من كهربا، ومباخته لمحمد سامح ولينا عشان يبقى الاول النادي الاهلي. ادي اهو الشحات وكهربا وطاهر ومحمد شريف، بس جون حلو، الكرة شكلها حلو، اللعبة حلوة، الفكرة حلوة. كهربا من هنا بقى لا استلم ولا وقف، هي صح حقها كده، هي الكرة تتلعب لك هي وهي نازلة، لازم أباغت فيها حارس المرمى. الأول النادي الأهلي، سيطرة منطقية جدا، كنت لسه بقول لحضراتكم وواقعية جدا، فرق كبير طبعا في الخبرات، فرق كبير في البطولات، في الاسم، في التاريخ، كل حاجة، لكن ده مش معناه إن إحنا بنقلل من شأن المرج أبدا. فرقة مقدمة شكل طيب جدا في اللقاء لحد دلوقتي في ال 36 دقيقة اللي اتلعبوا. كابتن علي سليمان على حدود الإمكانيات المتاحة وعلى حدود لعبته وقماشتهم، الراجل قادر إن هو كان بيقفل الملعب. النادي الأهلي برضه بيلعب موسيماني، فكره النهارده وجهازه الفني عايز يوصل لشكل حاجه معينه، جمله معينه، تحضيرا لعيب معين. الوديات هي كده زي ما قلنا في بدايه اللقاء، هو ده لقاء ودي، عايز اجرب تكتيك معين، عايز اجرب تشكيله معينه، عايز اجرب فكر معين، عايز اجرب جمله معينه احفظ لعيبتي. مهما كان التمرين غير اللقاءات تماما، واللقاءات الوديه غير التمرين غير اللقاءات الرسميه، ولكن اللقاءات الوديه بتبقى تجربه اقوى شويه من التدريبات على ما اوصل للشكل اللقاءات الرسمي. ادي المرج عدى حلو، ماشي احمد حماده باك ليفت المرج، ماشي معاك كوره، رامي ربيعه بيضغط، ضغط عليه رجعه نص ملعبه، ابراهيم علاء الدين ينزل بيها لمحمد سامح، خطر الكوره وتمر لركنيه سته لصالح النادي الاهلي. ست ركنيات للنادي الاهلي في ال 38 دقيقه اللي وصلنا لهم لحد دلوقتي. ادي الشحات يلعب الضربه الركنيه، تعلى كوره ويطلع محمد سامح من اعلى نقطه، حارس مرمى المرج يلعبها طويله عند محمد هاني، محمود سيد ياخدها من هاني، محمود فرود المرج اللي حتى الان ما شفناش ليه حاجه الراجل. ادي الكوره ماشي الراجل، خد قرار، الله الله، جون 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 للمرج، يا خبر ابيض، ده مين؟ ده مين اللي سدد استلامه وماشي الراجل؟ ده بشكل غريب قوي، هل الكرة خبطت ولا عملت ايه؟ غيرت اتجاهها. الاول للمرج، هدف التعادل مع الدقيقة 39، ده مين اللي شاط؟ هل هو عبد الرحمن محمد؟ استلم وراح وشاطها واتباغت مصطفى شوبير عشان يبقى التعديل للمرج. مع الدقيقة 39 الأهلي جاب جون، ثلاث دقايق المرج اتعادل، يعني المرج ظهر على مرمى النادي الأهلي في كام كورة على مدار ال 39 دقيقة اللي احنا وصلنا لهم، والأهلي هو المستحوذ، ولكن هي الكورة كده تسديدة مباختة، باخد مصطفى شوبير وتسكن الشباك على طول، يبقى الأول للمرج والتعديل. ادي كريم فؤاد، وادي هنا كورة، وادي عماد صابر، لسه هل هي اوت ولا ايه؟ اوت للنادي الاهلي، طاهر يلعبها، طاهر يرجعها لي محمد سامح حارس مرمى المرج، خلي اللقاء يحلو، المرج يجيب جون واللقاء يحلو اكتر. ادي الكورة على طول جوه 18 المرج، توصل لعبد الرحمن، بس في الاغلب اللي جاب الجون
حمادة الشافعي، ادي موسيماني وجهازه بيتابع اللقاء من فوق بالمدرج. ادي الكره الطوليه توصل يقطع كريم فؤاد، كريم لعبد القادر، عبد القادر يفتح اللعبه حلوه لمحمد هاني، هاني عايز يعدي بيها، لسه محمد هاني اهو مع الكوره، عبد القادر، ياسر ابراهيم على طول لطاهر، طاهر ليه كريم، لطاهر جوه 18 المرج العرضيه، وادي التشتيت وتعدي وتمر توصل على طول لمين؟ لحماده الشافعي، هو حماده الشافعي اللي جاب الجون مش عبد الرحمن محمد. ادي كوره على طول مقطوعه من عبد اللطيف احمد توصل لمحمد هاني، هيطلع محمد هاني بره، عبد اللطيف واقع على ارضيه الملعب. رحل حكم اللقاء واصلين ل 41 دقيقة من عمر الشوط الأول، 1-1. أدي جهاز الطب للمرجع هينزل. نازل أهو جهاز الطب للمرجع. وأدي مصطفى شوبير. وادي الجهاز الطبي لسه مع عبد اللطيف وعلى رياضة الملعب، وقام عبد اللطيف لاعب المرج، طالع عبد اللطيف، وادي الجهاز الطبي للمرج طالع وكمال، وادي اهو طالع الجهاز الطبي للمرج مع عبد اللطيف. ادي الكوره توصل على طول لعيبه المرج يرجعوها بروح رياضيه لمصطفى شبير، عشان كان نادي الاهلي طلع الكوره عشان ابو لطيف واقع. محمد هاني يستلم، هاني ترجع تاني الكوره، عمار حمدي يسلم ياسر ابراهيم، ياسر يسلم طاهر، طاهر لياسر، لسه التحضير الاهلاوي، رامي ربيعه يطول ربيعه، محمد شريف طالع بره ال 18 ويستلم جاي بيها ناحيه الشمال يسلم لهاني، هاني محمد هاني لسه بيشوف هيلعب لمين، يطول واحده تاني لمحمد شريف، شريف عايز يعدل لكن يضغط على احمد حماده وياخدها. ادي هنا محمد شريف واقع في اللعبه اللي فاتت في الالتحام مع احمد حماده. قام سليمه شريف، مفيش حاجه الحمد لله. لسه اهو ادي محمد شريف. وهنا الكره كانت اوت طبعا طلعتها لعيبه المرج لصالح النادي الاهلي. كهربا يلعبها ليه محمد سامح حارس مرمى المرج، بقت دقيقة، أعتقدش إن الوقت البدل ما تضيع هيزيد عن دقيقة، يعني هي لعبة توقف بس فوق عبد اللطيف عن الشوط الأول اللي حتى الآن بصراحة المرج نجح إن هو يعدل النتيجة، والواحد كان بيقول بقى فارق خبرات كبير، فارق اسم تاريخ، كنا هتشوف نتيجة أكبر من كده، بس والله نحيي فرقة المرج على أدائها، على تعاملها مع مجريات الشوط الاول بمدربها كابتن علي سليمان اللي قادر ان هو يقفل قدام النادي الاهلي. طبعا الراجل بيلعب على حدود امكانياته، مفيش تهجيم من شان حد ولا في انقاص، ولكن النادي الاهلي يعني تاريخ كبير، بطولات بطل القاره يعني، وبطوله الدوري العام بطولته المحببه 42 مره، فرق كبير في الامكانيات، هو ده بحكم التاريخ مش بحكم كل حاجه. المرج ظهر بشكل طيب جدا 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 حتى الان بصراحه، لازم ندي كل واحد حقه. ادي عبد القادر والكلام مع حكم اللقاء، وضربه حره للمرج. هنشوف وقت بدل ما نضيع قد ايه، وصلنا للدقيقه 45 من عمر الشوط الاول، خلاص 1-1. هنشوف بقى الوقت البدل ما تضيع قد ايه. ادي عمار حمدي
ماشي عمار، ماشي لسه، ماشي عمار، يفتح اللعب واحدة عند طاهر. طاهر داخل 18 المرج يا ولد، وسع لنفسه واحدة واثنين. طاهر، طاهر عرضية، ولكن إبراهيم علاء الدين يشيل، تصعد للشحات، حسين الشحات راح للزحمة، حسين خلاص اتضغط عليه، عمار حمدي يجيبها تاني، طاهر لسه جابها تاني للنادي الأهلي. طاهر يحط ربيعة، هيشوط ربيعة ولا إيه؟ شكله كده هيشوط، شاط تخبط وتفقد قوتها وتروح سالة في إيد محمد سالم. بدأنا في أول دقيقة من الوقت البدل متضايع، محمد محمود بيبص وشاور أهو الراجل، بدقيقة ولا دقيقتين هنشوف، هي الإشارة كانت من بعيد شوية. ادي الكره العاليه من محمد سامح، ياسر ابراهيم يرد، ودخلنا في اول دقيقه من الوقت البدل متضايع، 1-1 الاهلي والمرج. تجربه وديه اهلاويه. عماد صبري يلعب الاوت، يقطع كريم فؤاد، طاهر يلحق قبل الاوت بشكل حلو، بلقطه حلوه بكعب رجله، الشحات ما يظبطش مع طاهر، تطلع الكره الاوت. ادي الشحات اهو، وادي الاوت الطويله من المرج، توصل سهله لياسر ابراهيم. بدانا في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل متضايع، ولكن هي بالفعل صفاره حكمنا محمد محمود. مره ثانيه اعزائي متابعي ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، معلقكم الرياضي محمد رمضان يحييكم، والعوده مره اخرى لاحداث الشوط الثاني من لقاء الاهلي والمرج بملعب مختار التتش بالجزيره بالنادي الاهلي. شوط أول انتهى بالتعادل الإيجابي زي ما حضراتكم شايفين، 1-1 ما بين الأهلي والمرج. احنا صدف في اللقاء كهربا في الدقيقة 36 وحمادة الشافعي تعادل للمرج، لكن هنشوف بقى تشكيلة الأهلي في الشوط الثاني، هل ترى عليها تبديل تعديل ايه الكلام؟ هنشوف. لسه الكورة مع النادي الاهلي، كان بادئ بمصطفى شوبير في حراسه المرمى، ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، في منهم محمد هاني، شمالهم كان كريم فؤاد، وسط الملعب كان عمار حمدي واحمد عبد القادر، قدامهم حسين الشحات وطاهر وكهربا ومحمد شريف. اما المرج كان بادئ بمحمد سامح، قدامه ابراهيم علاء الدين وفتح الله، دي كره طويله اهي توصل ولكن مقطوعه، ده حسام حسن نزل اهو للنادي الاهلي، يبقى حسام مكان محمد شريف اول التبديلات مع انطلاقه الشوط الثاني. وسط ملعب المركز حماده الشافعي، عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، طرف يمين كان عماد صابر، طرف شمال اهو عماد صابر اللي معاه الكوره، طرف شمال احمد حماده، ادي واحده سريعه وطويله في اتجاه عبد اللطيف احمد، وادي العرضيه للمرج وخطر ورامي ربيع على مرتين يشيل، ترجع تاني الكره للمرج، انطلاقه معاذ فتحي عايز يعدي، راس حربة صريح، ودي اول التسللات على المرج في الشوط الثاني. قوة الهجومية للمرج، محمد خالد ومحمود سيد ومعاذ فتحي، من تحتيهم عبد الرحمن احمد. ادي كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي بيتفرج ويتابع اللقاء من ملعب مختار التتش. لسه الكورة على طول، ياسر ابراهيم توصل، رامي ربيعه يطول ليه طاهر، ترجع لرامي على الارض، عمار استلامه، ياسر ابراهيم، ياسر يسلم واحده، هل ده بقى سيف صبره ولا مين اللي نزل؟ هنشوف. ادي الكوره تطول وعمار حمدي يقطع للنادي الاهلي، لسه الكورة، ادي العرضية ولكن مقطوعة هنا بين العرضية، لسه الاوت الاهلاوي توصل لعمار حمدي، عمار يستلم في قلب ملعب المرج، عمار قرب له عبد القادر ما حطلوش، طاهر يسند واحدة لرامي ربيعة، لسه الكورة، محمد هاني هو اللي خرج، وادي كورة ترجع تاني، طاهر يعلي توصل عبد القادر لحسين الشحات، مقطوعة لسه استلامة، لسه مع المرج في ناحية اليمين، وعلى طول ينجح عماد صابر انه يجيب اوت للمرج. 1-1 نتيجة بالنسبة للمرج، نتيجة كويسة قوي طبعا، لاعب الاهلي يفضل متعادل لحد دلوقتي، انجاز بصراحة حتى لو تجربة ودية.
حضراتكم فرقه تحترم مع مدير فني قادر ان هو يوصل بشكل على الاقل فيه تقارب في الخطوط، في انسجام على قد الامكانيات. طبعا الراجل يشكر جدا. ادي كره اوت اهلاوي يلعبها رامي ربيعه. رامي وادي الاوت كريم فؤاد هيلعبه. رامي كده جه ناحيه اليمين على عدلته بعد خروج محمد هاني. وادي الكوره توصل لسه مع ديفنس النادي الاهلي، تنزل الكره مصطفى شوبير. شوبير لرامي ربيعه. رامي يلعب واحده عاليه وطويله حلوه في المساحه عند طاهر. طاهر على مره واحده يسند ولكن راجع عبد الرحمن محمد وقاطع. المرج خد ثقه بعد هدف التعديل، كمان خدوا ثقه طبعا، بداوا ينقلوا كوره بهدوء مش مستعجلين، مفيش تشتيت عشوائي كده. هذه الكوره عمار حمدي يستلم. عمار لسه معاه الكوره. وادي هنا محمود سيد على طول يقطع قبل طاهر. الكره موجوده والاجهزه الطبيه هنا، حكم اللقاء بيشاور تنزل. ادي الجهاز الطبي، ادي كابتن رامي ربيع هنا بيتكلم مع كابتن النادي الاهلي النهارده، بيتكلم مع حكم اللقاء. لسه اهو قايم طاهر مع الدكتور احمد ابو عبله والجهاز الطبي النادي الاهلي. في تبديل اهو للمرج، هنشوف مين اللي هينزل. هينزل جده. ادي اهو طلع معاذ فتحي ونزل جده. وديسكو نزلوا تقريبا اهم للمرج. ادي الكوره وادي استلامه على طول محمد خالد ولكن مقطوعه. ترجع الكوره. تبديلين دفعه واحده للمرج، تعديلات من كابتن علي سليمان، عايز الراجل يحافظ على النتيجه ويجرب اكبر عدد من اللعيبه. ادي محمد سامح حارس المرمى يحلق ويسيب الكوره تطلع ضربه مرمى. ادي محمد سامح هيلعب ضربه المرمى. وادي دخول بقوة قوي هنا من طاهر ولكن الكرة ماشية مع المرج. وهنا ضربة حرة. أحمد حمادة هنا، إبراهيم، علاء الدين في اللعبة اللي فاتت. وادي الضربة الحرة للمرج على حدود 18 للمرج. وادي موسيماني وجهازه بيتابعوا اللقاء. ادي الكوره وادي الاستلام طاهر ولكن مقطوعه للمرج، ماشيه حماده الشافعي يزق واحده لجده. جده يفتح اللعب عند محمد خالد، هجمه للمرج على طول جده تاني يستلم البديل نزل على حساب معاذ فتحي. لسه الكوره مع المرج، عايز الفكره حلوه ولكن هنا يعني الولد لسه بقى خبراته صغيره سيف ولسه الراجل لا. ادي كابتن سامي قمصان وادي كابتن محمود الخطيب، اساطير الكره الاهلاويه والمصريه. كابتن محمود الخطيب بيبو الكره المصريه بصراحه، يتابع اللقاء يشوف. ادي كور كهربا يستلم، كهربا يطول واحده توصل للشحات. حلو الباس من الشحات، مقطوعه من ديفنس المرج، ترجع تاني في قلب الملعب. عبد الرحمن يستلم، بدايه هجمه للمرج، يحط الكوره عند احمد محمد خالد. خالد زق وعدى، عايز يكمل لكن في شده من حسين الشحات. ادي دكه النادي الاهلي، دي قفشه ومحمد شريف. قفشه النهارده بره الجيم، بره الماتش تماما، مش بيشارك. ادي كوره توصل على طول واحده عند المرج، الضغط موجود من النادي الاهلي. خد حسين الشحات، حط الربيعه، ربيعه ربيعه ماشي، رامي ربيعه لاحمد عبد القادر، زق عبد القادر، الكوره عند كريم فؤاد، كريم يرجع بيها لعبد القادر تاني. عبد القادر يطول، ده ربيعه يطولها، ترجع لعبد القادر، رأسيه طاهر
استلامه هيفكر يشوط بشماله تخبط ترجع تلاقي عبد الرحمن محمد عايز يعدي خدها طاهر دخل في الزحمه طاهر ماشي طاهر عايز ضربه جزاء ولكن تطول وتطلع لضربه مرمى لصالح المرج. ادي كهربا اهو ادي استلامه من محمد خالد يحط واحده لابراهيم علاء الدين يشيلها طويله في نص ملعب النادي الاهلي طويله محمود سيد وربيعه محمود سيد ورامي ربيعه ولكن يطلع مصطفى شوبير ويمسك داخلين على 10 دقائق من عمر الشوط الثاني 55 دقيقه من عمر اللقاء 1-1 ادي الكوره طاهر يسند واحدة على طول رامي ربيعة طويلة الكرة أحمد عبد القادر ولكن تعدي هنا مش مظبوطة ترجع تاني جده ياخدها للمرج جده يسلم جده واحدة لمحمد خالد في ناحية الشمال في نص ملعب المرج مضغوط عليه ودي عمار حمدي خدها عمار حمدي سند لكريم فؤاد كريم وسع لنفسه رامي ربيعه يسلم حسين الشحات الشحات على الارض طاهر ياسر ابراهيم طاهر يسلم ياسر ابراهيم تاني ربيعه رامي ربيعه يفتح واحده عاليه وطويله لحدود منطقه جزاء المرج من ناحيه اليمين مقطوعه الكوره توصل في قلب الملعب كان عايز يعدي بيها حماده الشافعي صاحب الهدف كرة تتلعب لكريم فؤاد ضرب لخمة لكن محمد خالد في الآخر يحط رجله ويطلعها أوت لصالح النادي الأهلي. آدي الكورة رامي ربيعة ترجع الكورة تعلى. كهربا ينزل بيها كهربا واحدة على طول عند ياسر إبراهيم. الشحات عالية وطويلة حلوة الرأسية توصل على طول ولكن طاهر هنا ياخد ضربة حرة على حدود منطقة جزاء المرج وادي انذار ليه ده كان حسام حسن في اللعبة اللي فاتت انذار هنا لفتح الله من المرج اول انذارات اللقاء فتح الله مع حسام حسن لسه اهو الكورة الجهاز الطبي لعب متوقف والجهاز الطبي نازل سواء للمرج او للنادي الاهلي عشان يطمن على حسام حسن وعلى لعيبة المرج ادي اهو ادي محمد سامح بيكلم الحيطة للمرج وهنا الصفارة من حكم اللقاء لسه الكورة وادي الضربة الحرة الأهلاوية كريم فؤاد و حسين الشحات على التنفيذ لسه اهو حكم اللقاء بيرجع الحيطة البشرية للمرج لسه حسين الشحات وادي التنفيذ للضربة الحرة وادي العارضه تشيل كوره كريم فؤاد حلوه تعلى ترجع محمد سامح بالبوكس لكن حطت حلو كده الاهلي ليه كورتين واحده في الشوط الاول ليه الشحات جت في العارضه واحده في الشوط الثاني هم الضربه الحره اتحطت حلو من كريم فؤاد والعارضه تشيل تتعاطف مع محمد سامح هنا طالع الراجل خد في سكته لعيب من المرج ده مين ده خد محمد خالد في سكته ضربه اللاعب متوقف نزل الجهاز الطبي هنا حكم اللقاء وقف اللعب وادي رامي ربيعه. وقع على الارض محمد خالد.
لسه اهو محمد خالد عرضية الملعب. ادي تبديل تاني للنادي الاهلي، هنشوف مين اللي نازل. لسه ساعة بالتمام والكمال، ربع ساعة من الشوط الثاني، التعادل ايجابي 1-1. الاهلي والمرج في تجربة ودية اهلاوية. بيتسو موسيماني المدير الفني بيبحث عن رؤية معينة، عن طريقة لعب معينة، عن شكل معين. بيشوف يجرب لعيبة برضو. ادي احمد عبد القادر، هجمة للنادي الاهلي على طول، ضربة حرة لصالح عبد القادر من فتح الله، عنده انذار ضربة حرة غير مباشرة. رافع ايده حكم اللقاء على حدود منطقه الجزاء. المرج لسه هنشوفه اهو. حكم اللقاء بيرجع الحته البشريه. ادي كهربا، وادي طاهر، وادي حسين الشحات. لسه على التنفيذ اهو، حكم اللقاء وقف الحيطه ومحمد سامح. ادي الشحات، لازم تتلمس اللعبه، ما ينفعش شوط مباشره. الشحات وطاهر وكهربا، اتلمست من الشحات ليه طاهر. وادي حسام حسن، ولكن حسام حسن تسلل، الكرة من لحظة لعبها مش من ردتها، هي من هنا. الكاد ده ما يبينش حسام حسن كان متسلل بالفعل، هدف مش محسوب من أول اللعبة. شوف حضراتكم حسام حسن من وهي رايحة اللعبة هو متسلل مظبوط. أدي الكورة ترجع لرامي ربيع، لعمار حمدي بنص ملعب النادي الأهلي. عمار يبدأ هجمة أهلاوية، حط لطاهر، طاهر ترجع تاني عمار حمدي. عمار يسلم رامي ربيعه، ربيعه لكريم فؤاد، كريم يطول واحده الكهرباء، استلم كهرباء ولكن تطول جابها تاني كهرباء. كهرباء لمين؟ للشحات. تخبط في حسام حسن وتخرج وتبقى ضربه مرمى، وبرده حسام حسن كان متسلل. هنا اهي كهرباء قطم بيها لجوه حلو، وجاي الشحات بعقل قوي حاططها، وهنا حسام حسن في حتة تانية خالص، الراجل متسلل. ادي اهو هنشوف بقى مين اللي نازل. ادي الشحات طالع، ده كريم حسين اللي نازل، شكله كده رقم 43 من الناشئين برضو بيدفع بيهم النهارده. موسيماني، هنشوف محمد سامح، عاليه كوره تتشال على طول برأسيه ترجع تاني. تبديلات النادي الاهلي، لسه كوره على طول عرضيه، كهربا استلامه تعدي. اوت، كريم فؤاد يلعب على طول لكهربا، كهربا يطول يشيل ديفنس المرج، ترجع كوره محمود سيد يغمز لمين؟ ده جده البديل، جده هجمه للمرج، انطلاقه جده مع عمار حمدي، عمار حمدي وادي هنا يقع فيها، خدها كريم، استلامها على طول توصل ليه كريم فؤاد، سيف يسلم طاهر. نقلات اهلاويه هنا اهي، ادي الكره بعرض الملعب، ياسر ابراهيم يحط الرامي ربيعه، رامي لسه رامي ماشي على الارض وطويله وعاليه ليه محمد سامح حارس مرمى المرج. حسام حسن كان بيحاول لكن طلع الراجل ومسك. ادي حسام حسن، عالية كرة وطويلة على طول من محمد سامح لمصطفى شوبير، من الجول للجول. شوبير يلعب واحدة عند كريم فؤاد، كريم كريم يسلم ياسر ابراهيم، ياسر مضغوط عليه، اتزحلق ياسر
خطر الحاجات دي، على طول توصل الكره للملك عبد الرحمن، يسند واحده في اليمين عند عماد صابر، عماد خطر جوه ال 18، وياسر ابراهيم هنا حاطط الجسم، مصطفى شوبير لرامي ربيعه، ليه كريم فؤاد، على طول طويله من كريم فؤاد تطول، ابراهيم علاء الدين يعليها، احمد حماد اتطب الكوره، حسام حسن ياخدها، كهربا كهربا يرجع كريم فؤاد على طول الكوره، عمار حمدي، عمار يسلم احمد عبد القادر، يا ولد يا ابني يا سلام عليك يا ابني، حطها حلو، عايز يعدي بس هيف تخبط وتمر، ولكن ضربه مرمى لصالح المرج. التجربه دي مفيده جدا ليه، موسيماني بيشوف النهارده حسام حسن بقاله فتره مش موجود بالصوره الايجابيه، بيدفع باثنين بالناشئين، بيدفع بكريم فؤاد، بيحط عمار حمدي وعبد القادر، يعني برضه وعبد القادر بيجرب لعيبه عشان يبقى عنده اطمئنان، وعنده دكه كبيره، عنده 30 لعيبه مطمن على القماشه كلها. طبعا تجربه مهمه من وجهه نظري. ادي كوره محمد خالد، تحضير للمرج من ناحيه اليمين في نص ملعب النادي الاهلي، معاه كريم فؤاد، كريم كان بادئ التايم الاول او الشوط الاولاني من ناحيه الشمال، اما خرج محمد هاني جه على عدلته الراجل ناحيه اليمين. محمد خالد والتنفيذ الاوت مع احمد حماده، استلم لسه اهو الكوره مع الراجل على طول، جده ينقل واحده لعبد الرحمن، محمد في نص ملعب النادي الاهلي، باص مش مظبوط في اتجاه فتح الله نص ملعب المرج، راح لحق قبل ما تطلع، ادي الكره تعدي هنا وتروح سهله من ديسكو، محمد رضا ديسكو نزل هو وجده، رامي ربيعه، ماشي ربيعه، تلت ساعة من عمر الشوط الثاني و65 دقيقة من عمر اللقاء حتى الآن، 1-1 الأهلي والمرج في تجربة ودية بملعب مختار التتش بنادي الأهلي بالجزيرة. محمد سامح يسلم، حمادة الشافعي على الأرض، على طول توصل الكورة عند أحمد حمادة، ابراهيم علاء الدين تخبط الكره في مين وتطلع اوت، خبطت تقريبا فيه كهربا ولا في مين، تطلع اوت للمرج من ناحيه الشمال في نص ملعب المرج، احمد حماده يلعبها طويله، يقطع كريم فؤاد في قلب الملعب، توصل الكره عند حماده الشافعي، جاب جون التعادل للمرج الشوط الاول، ادي كوره في المساحه وانطلاقه، ولكن موجود ياسر ابراهيم وقاطع مسلم مصطفى شوبير، يشيل واحدة عالية وطويلة خارج الملعب، لا والله يلحق طاهر، ما طلعتش، طاهر يطول واحدة على صدره، استلام حلو من حسام حسن لكن يتزحلق وياخدها منه فتح الله، ابراهيم علاء الدين يشيل لخارج الملعب اوت لصالح النادي الاهلي، طاهر يلعب لسيف على الارض، ليه عمار حمدي، عمار يسلم واحدة ليه كريم فؤاد، كريم على طول توصل لكهربا، كهربا تقف تحت رجله، جابها تاني ولكن مخطوفه من قدام كريم، خدها جده، وسع لنفسه جده، لسه ما طلعتش الكوره، جده مع الكوره، يتضغط عليه وتطلع الكوره لضربه مرمى لصالح المرج. محمد سامح هيلعب ضربه المرمى. ادي اهو كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بالنادي الاهلي. قاعد مع كابتن محمود الخطيب بيتابع اللقاء. عبد الرحمن محمد ولكن مخطوفه لعبد القادر، عبد القادر احلى لطاهر، طاهر 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 حسام، والهدف ايه؟ الاول تاني للنادي الاهلي والاول لحسام حسن، سهله الكوره. قطعت على طول حسام حسن الهدف، جون لحسام حسن اهو، ادي الكوره طاهر وهنا حسام حسن، الكوره خلصانه سهله هنا، خاف كده يبقى يجي له مزق في الضمه ولا حاجه، الكره ما فيهاش تسلل ولا اي حاجه، اتلعبت عرضيه على طول من طاهر لحسام للجون، اتنين الاهلي. واحد المرج حسام حسن واول اهدافه الوديه مع النادي الاهلي. جاي من اعاره في ليبيا قبل ما ينتقل انتقال نهائي من سموحه.
عامل مواسم طيبه قوي مع سموحه، والسنه اللي فاتت كمان كان مع احمد عبد القادر، كان عاملين شغل كويس قوي. فصوف سموحه اتنين الاهلي واحد المرج، هل يا ترى المرج يقدر يعدل للمره الثانيه؟ هنشوف. ولا الاهلي هيعزز بالثالث؟ كله هيبان. ادي الكوره على طول المرج، استلام عماد صابر في قلب الملعب، تطول الكوره جده لو فتح هنا في الشمال اتاخر، تطول الكوره وتوصل واحده لحماده الشافعي، عايز يشوط تاني ولا ايه؟ الشافعي ما شاطش، حط الديسكو محمد رضا ديسكو، لسه الكوره مخطوفه، توصل الكوره على طول كريم يفتح اللعب عند كهربا ولكن تطلع الكوره اوت لصالح النادي الاهلي. كهربا حسام حسن يستلم هو وكهربا، هاتوا خد عاليه الكوره جوه 18 المرج، ما تلاقيش غير محمد سامح يلعب لعبد الرحمن محمد، عبد الرحمن على الارض، توصل الكوره لجده، حلوه يا ابني الباص يا ولد، حط احلى لمحمد خالد، راح ليه خالد انت يا راجل بعد ليتك كنت تروح، دخل للزحمه ولكن تغطيه 10 على 10 من كريم فؤاد. ادي كوره على طول طاهر عبد القادر، باصات اهلاويه في مثلثات صغيره، يبدا يطلع بالهجمه. ادي عمار خدها رامي ربيعه، يطول اللعب، حلوه من رامي ربيعه، توصل الكره عند طاهر، طاهر محمد، طاهر ينزل بيها طاهر، لسه الكوره مع النادي الاهلي على طول. عمار حمدي هيشوط ولا ايه؟ ما شاطش، هاتوا خد مع حسام حسن، لكن مقطوعه من ديفنس المرج، خدها جده، ماشي جده، وسع لنفسه جده وعمار حمدي ولكن بضربه حره. لسه الكره مع ابراهيم علاء الدين اهو، خلاص باقي تلت ساعه على النهايه، وصلنا ل 25 دقيقه من عمر الشوط الثاني والمباراه، اتنين الاهلي واحد المرج. لسه الكره مع المرج، هجمه عماد صابر ينزل بيها، استلامه على طول عاليه الكره وطويله، كهربا يثبت بالكوره ويقف بيها كهربا، يتزحلق كهربا هو السهل حسام حسن في وشه، حط لحسام وروح وغير على طول. ادي الكوره عدى حلو حماده الشافعي من احمد عبد القادر، فتح في المساحه عند محمد خالد. والله المرج عامله شوط تاني كويس قوي، وقادره ان هي توصل وتباغت وتروح لمرمى النادي الاهلي عكس الشوط الاول كمان اهو، كويس قوي، اداء يحترم، اداء يشكر عليه فرقه المرج حتى الان. ادي كوره عبد الرحمن محمد، حماده الشافعي زي ما قلنا في الشوط الاول وبنكرر وبنعيد، احنا مش يعني في فرق كبير، اه طبعا فارق، ده التاريخ مع النادي الاهلي، البطولات، الامكانيات، كله، مش بنقلل من المرج ولا حق، ولكن المرج على قد حدود الامكانيات الموجوده على قدر المستطاع قادر يؤدي بشكل طيب جدا جدا جدا. المدير الفني عامل توليفه كويسه، قادر ان هو يجيب مجموعه من اللعيبه في منها انسجام على الاقل، ويبقى واقف حتى ولو في تجربه وديه قدام النادي الاهلي. حتى الان 2-1 ده كويس قوي، احنا واصلين على الدقيقه كام؟ قربنا على خلاص يعني 75 دقيقه من عمر المباراه، باقي ربع ساعه على النهايه، اداء طيب جدا جدا يحسب يعني المدير الفني كابتن علي استمان ولعد. حاجه ايجابيه نشوفها نقولها، حاجه برضو اللي يبقى فيها تعديل او توضيح او تصحيح هيبقى نقد بناء نقوله. ادي الضربه الحره وعبد الرحمن محمد على التنفيذ، فين يا راجل؟ في السماء بعيد، تعلى وتطلع ضربه مرمى لصالح مصطفى شمير والنادي. كريم فؤاد يستلم ضربه المرمى، سلم كهربا، حط الكريم يرجع بيها لرامي ربيعه على طول، ياسر ابراهيم، عبد القادر، ياسر ابراهيم يطول واحده حلوه، الاستلام من سيف، العرضيه هنا عشان خبقة اكتر من قرار، العب العرضيه ولا عدي في الاخر طولت منه الكوره. عبد القادر يسلم عمار حمدي، عمار النهارده يمكن بيقوم بدور الديفندر، مركز جديد، في ثلاث تبديلات ومره واحده ليه المرجع على الخط. كابتن علي سليمان بيجرب طبعا، تجربه يجرب فيها كل لعيبته. ادي عبد القادر يسلم طاهر، ماشي طاهر، تقف تحت رجله وتنقطع ليه فتح الله، حماده الشافعي عايز يموه ويعدي، النادي الاهلي يقطع هنا عبد القادر، احمد عبد القادر لسه بيسلم كريم فؤاد، كريم استلامه
كريم يلعب عرضيه لحسام حسن، وسع لكهربا، كهربا وادي هنا عايز يعدي بيها كهربا وبيتكلم معه حكم اللقاء. الكره معاك يا كهربا، خلاص تطلع الكره اوت لصالح النادي الاهلي. عبد القادر يلعب لعمار، عمار ياسر فاتح له رامي ربيعه، يحط رامي ربيعه، كريم فؤاد، طاهر لكريم عايز يعدي، عدى كريم، عدى لنفسه، عرضيه حلوه يا ابني، حلوه يا ابني، حلوه. عبد القادر ومحمد سامح يشيل لركنيه اهلاويه جديده. لعبت العرضيه حلو من كريم فؤاد، هو قلت لحضراتكم جاي على عدلته. يا سلام يا عبد القادر، طاير راكب الكره 10 على 10 ومحمد سامح يشيلها. واعي سامح يعني، قال بقى لما هدي اللعب شويه وامتص حماس لعيبه النادي الاهلي. ادي هنا اهو تبديلات للمرج، نازل محمد عمر و لسه نشوف الارقام تبان لنا. بس نازل كاف ونازل اكتر من لعيب للمرج. ادي التبديلات تمت اهو، خرج محمد خالد وخرج احمد حماده وقام محمد سامح. لسه ضربه ركنيه، طاهر محمد طاهر يلعبها للنادي الاهلي، ربع ساعه بتفصلنا عن النهايه. ادي الراسيه من حسام حسن، ولكن فين؟ تعلى وتمر، ضربه مرمى لصالح محمد سامح. سامح هيلعب ضربه المرمى للمرج، لعبها في اول لمسه لكن ما توصلش، وكهربا عايز يشيلها على مره واحده زي الهدف الحلو اللي جابه، ولكن تقلش منه وتطلع لضربه مرمى. سامح يلعب ليه ابراهيم علاء الدين، لسه الكوره اهي ماشيه مع ديسكو، ولكن اتخذت للنادي الاهلي، توصل لطاهر، طاهر طوليه ولكن تشتيت من جوه تفنس المرج. لسه الكرات رايحة جاية اهو، توصل عند أحمد حسن. أحمد حسن يلعب الكورة وتروح ليه؟ شوف أنا معاك، أنا بعد أرقام ونراجع. رؤوف ده رقم 28، حمادة الشافعي يستلم. لسه الكورة مع المرج، على طول توصل، تعلى كورة وترجع لحد منطقة جزاء النادي الأهلي قبل ما توصل ليه جده، تروح لحمادة الشافعي، حمادة يسدد واحدة ليه أحمد حمادة موجود، جده يستلم في نص ملعب النادي الأهلي يرجع بيها، على طول توصل الكورة عند أحمد حسن يعليها، ما تلاقيش غير مصطفى شوبير سهلة تروح له. رامي ربيع يفتح اللعب لكريم فؤاد في نص ملعب النادي الاهلي، توصل لعمار حمدي، عمار يطلع ياسر ابراهيم، عبد القادر باص احلى لحسام حسن، حسام يستلم يسلم، لسه النقلات الاهلاويه تروح لكريم فؤاد على حدود 18 المرج. كريم 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 على الارض، ولكن يقطع من قدامه على طول مين ده؟ محمد عمر، عمر يقطع للمرج، استلامه عند محمد رضا ديسكو، يفتح اللعب ديسكو هناك عند حماده الشافعي، ينزل لاحمد حسن، ادي الاعاده قدامنا اهي، وادي الكره مع حماده الشافعي. لسه كوره استلامه تروح لمحمد عمر، عايز يطلع عماد صابر ولكن الفرمله موجوده واوت على طول لصالح المرج. لسه كورة اوت ولا ايه؟ قرار الحكم مش شايفين ايه؟ لا كانت اوفسايد دي ولا ايه؟ مش عارفين القرار كان ايه بالظبط. ادي كرة تتلعب في اتجاه مين؟ ده ميدو ولا حمادة الشافعي؟ اتلعبت الكرة، ما في تبديلات كتيرة تمت، ميدو نزل واحمد حسن ورؤوف نزل، ادي الكرة كهربا، ما فيش راية ولا صفارة، لا في راية وصفارة مظبوط كده اهو اهي، ادي الكرة هنا بيشاور كهربا بيقول له مش معقول يا كابتن،
الإعادة بقى لو من الزاوية اللي عندنا هنا تبين نشوفها أكتر. محمد سامح هيلعب الضربة الحرة غير مباشرة، التسلل على كهربا، سامح يلعبها عالية وطويلة في اتجاه رؤوف ولكن مقطوعة وترجع. أحمد حمادة، الحمادة الشافعي، حلو يا ابني التصرف في الكورة، حط الجدو، جدو يحطها لمحمد عمر اللي يغير اتجاهه وعايز يلعب باص يقطع على طول. الاهلي توصل لعبد القادر، عبد القادر باص ما ربطش هنا طاهر، تطول الكره وتمر ما تلاقيش غير احمد حماده. ادي اهو على طول الاستلام ده رؤوف جاي يستلم، ماشي رؤوف، ماشي ماشي ماشي، سند واحده في اتجاه رضا ديسكو، خدها ديسكو من رامي ربيعه عايز يعدي، وهنا ربيعه بالتاكلينج على طول يقطع لكريم فؤاد، كريم يطول لطاهر، طاهر طاهر ماشي طاهر، باص طولي كهربا، كهربا ما حطش لحسام حسن، لف ودار كهربا، سند في الاخر لعبد القادر، احمد عبد القادر، عبد القادر. 35 دقيقة اعزائي المتابعين، 2 الاهلي 1 المرج، باص مش مظبوط من ياسر ابراهيم، جابها تاني ياسر. 80 دقيقة من عمر المباراة، 2 الاهلي 1 المرج، تجربة مفيدة، تجربة بصراحة. المرج بدأ خد الثقة كتير جدا، دخل في أجواء اللقاء بعد ما النتيجة كده. عمار حمدي شالها سامح، شالها محمد سامح، رجع تاني خد عمار حمدي النادي الأهلي، عمار عمار سند عمار، واحدة لكريم فؤاد عايز يرفع اتزنق رجع بيها على طول، لسه التحضير الأهلاوي، تتفتح الكرة من هناك من الشمال لليمين من كريم لسيف، سيف على حدود 18، النادي الأهلي عايز يعدي بيها، لسه الكرة اهي مع المرج، حمادة الشافعي عايز يحط واحدة طويلة على ديسكو ولكن أقرب ليها مصطفى شوبير. رامي ربيعة ماشي، رامي على طول توصل واحدة ليه، طاهر تحضير أهلاوي، مرج مقفل، الاهلي بيحاول من رجل لرجل ومن لمسه لمسه، طبعا برده كمان اللعيبه واللقاءات اللي قدام بتخاف برده من الالتحامات الجامده من الاصابات. ادي الكوره وادي العرضيه حلوه لكهربا، كهربا كهربا كهربا، طول فيها كهربا، طول كهربا وتطلع ضربه مرمى، طول كهربا، هي لازم كده اهو، عايز يبقى مش ماشيه. شوفوا حضراتكم بيشاور للجهاز الفني، هو كهربا النهارده مش عارف متوتر كده كهربا، رغم انه جايب جول حلو اهي. هي اللعيب لما بيبقى عايز يسجل، وطبعا الفيرود دايما طماع، شوفوا حضراتكم ايه كهربا سند عدل، ما مش ماشيه مش مشكله، بيشاور للجهاز الفني بالتغيير عايز يبدل. ادي الكره الطوليه توصل لمحمد سامح حارس مرمى المرج، على طول الكره مع ابراهيم علاء الدين، لسه هجمة المرج توصل عند رؤوف ولكن مقطوعة. محمد سامح طويلة الكرة يطلع خارج مرمى ويشيل ويشتت حارس مرمى المرج، استلام حلو من أحمد حمادة وقف حلو بس هتطول منه ياخدها على طول طاهر، كهربا 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 يلعب واحدة عرضية ولكن كهربا خلاص شغل نفسه بالحكم وشغل نفسه بحاجات تانية عشان كده بقى خلاص أوت أوف مود بقى خارج التركيز. ادي محمد عمر يعكس اللعب عند عماد صابر، عماد يطول واحده لرامي ربيعه، ربيعه يستلم، ادي هنا مع زاوية الهمم بقى مع كابتن محمود الخطيب وكابتن سيد صوره ذوي الاحتياجات الخاصه. ادي الكورة وادي لسه في تبديلات للمرجع على الخط، وادي رامي ربيع اتضغط عليه من ديسكو خدها ديسكو ولكن ضربة حرة لصالح رامي ربيع. لسه اهو وصلنا ل 83 دقيقة. وادي كهربا. كهربا لسه مستني التبديل على الخط، نازل. رمضان عنتر. نزل رمضان عنتر اهو. ولسه هنشوف رامي ربيعه وكريم فؤاد تتلعب، توصل الكره على طول لرامي ربيعه بعرض الملعب ليه عبد القادر، احمد عبد القادر، عمار حمدي،
ياسر لرامي ربيعه، لسه الكوره، حسام حسن سايت يستلم، تطول من النادي الاهلي، على طول ياخدها محمد عمر، حلو يا ابني الباس في المساحه الرؤوف، هيلحق رؤوف، لحق رؤوف، لا طلع بيها رؤوف، اوت لصالح النادي الاهلي. اتلعب الاوت، شوفوا حضراتكم حسام حسن راجع فين، لعب لاحمد عبد القادر، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، عدت وراحت لكريم فؤاد، كريم، حسام، ياسر ابراهيم، لسه كورة مع النادي الاهلي عاليه وطويله، توصل لطاهر ما توقعش، ما عدلش نفسه طاهر للعبه، تلف وتعدي. ابراهيم علاء الدين على طول في نص ملعب المركز، محمد عمر توصل له الكوره، لسه كوره مع رؤوف، خد عمار حمدي وضربه حره لصالح النادي الاهلي. خمس دقايق بتفصلنا عن النهايه، خمس دقايق والدقيقه 90، احنا وصلنا ل 85 دقيقه اهو. الدقيقة 40 من عمر الشوط الثاني واللقاء، 2 الاهلي 1 المرج. ادي الكورة توصل رامي ربيعة، رامي تروح عند كريم، لسه مع الكورة للنادي الاهلي، عمار يرجع، ياسر ابراهيم، لسه الكرة رايحة جاية في النهاية توصل لرامي ربيعة، ربيعة يسند لحسام حسن، حسام، كريم فؤاد يلعب العرضية تتشال من أحمد حسن، لسه على حدود منطقة جزاء المرج، لسه كورة ماشية، كورة هجمة أهلاوية، هجمة هجمة تخبط في رجل أحمد حسن، تشتيت للمرج، توصل لمحمد عمر، وعمر لسه بيشوف هيلعب لمين، اتأخر اتقطعت. هذه الكرة توصل لرامي ربيعة، ربيعة يسقطها جوه ال 18، محمد سامح وحسام حسن، هيقع محمد سامح في اللعبة يعني مش مستاهلة. أدينا حكم اللقاء رايح له. وحسام حسن هنا بيضحك معاه. يعني الكرة مش مستاهلة. أهي خلاص. طلع الجهاز الطبي يعني الراجل خبط نزل المشوار على الفاضي، هي ما فيهاش حاجه الكوره اصلا. محمد سامح وقع وحكم اللقاء وقف في اللعب. ترجع الكوره تاني للمرج. ادي التبديلات تاني لكابتن علي سليمان. التبديلات الراجل عمال نزل احمد عادل اهو وطلع عماد صابر يجرب كل مجموعه اللعيبه تجربه وديه بيجرب بيشوف. ادي محمد سامح عاليه كوره توصل على طول على سيد روديسكو بيستلم في نص ملعب النادي الاهلي يفتح اللعب لمحمد عمر، عمر ينقل واحده على طول في المساحه عايز يعدي بيها رؤوف لكن ياخد ضربه ركنيه لصالح النادي، ضربة ركنية، أول ضربة ركنية يمكن للمرج في الشوط الثاني وفي اللقاء تقريبا. ضربة ركنية هتتلعب هيلعبها كافو، كافو استلم ولعب الركنية تعدي كورة وتسقط، التسديدة فين؟ يقلش جده وتعلى الكورة وتوصل تلاقي رامي ربيعة قاطع وشايل رامي ربيعة على طول حسام حسن، طاهر يفتح اللعب حلوة حلوة لكهربا ولكن مقطوعة من كافو. كهربا يلحق قبل ما تطلع ولكن هنا في رايه وصفاره تسلل على كهربا. ادي الكوره اهي لسه كوره مع المرج توصل في قلب الملعب، احمد عادل يحط لاحمد حسن يشيل ويعلي واحدة طويلة في نص ملعب النادي الاهلي، ياسر ابراهيم يرد ترجع لمحمد عمر، باص مش مظبوط توصل عمار حمدي، عمار رامي ربيعة هجمة اهلاوية انطلاقة، هنشوف بقى يا ترى حكم لقاء النهارده ادينا كام دقيقة وقت بدل ما نضيع.
عمار حمدي. توصل الكرة لياسر إبراهيم. ياسر يرجع تاني، هات وخد. على طول الكرة كريم فؤاد، تتشال وترجع وتعلى. تاني تشديد من ديفنس المرد، سابها رامي ربيعه لياسر ابراهيم. ياسر خطر الحاجات دي، وقف ورجع بيها لمصطفى شوبير. مصطفى توصل الكرة عند رامي ربيعه، انطلاقه والدقيقه 44 من عمر الشوط الثاني، والدقيقه 89 من عمر اللقاء. هل يا ترى كام دقيقه وقت بدل من ضيع؟ هنشوف. لسه الكرة مع النادي الاهلي. توصل لرامي ربيعه. يا ولد رامي ربيعه، واساسا رامي ربيعه ورامي هشام ده اصلا اسمه رامي هشام ربيعه، اسم العيله ربيعه، بيلعب ديفندر اساسه، وبيجيد برضه اللعبه في مركز المساك. يعني يبقى عندي لعيب بيلعب في اكتر من مركز، ده شيء كويس قوي. زي ايمن اشرف باك ليفت ومساك. ادي الكره الطوليه للمرج، واحده على طول طويله عمار حمدي. عمار حمدي وديسكو عمل سبرنت، خدها عمار لكن خدها منه رضا ديسكو. يلعب الباس ويرجع تاني عمار ويجيبها. استوى عمار حمدي بالاعارات اللي طلع منها، كان بداياته جاي من نادي النصر القاهري، استوى طلع طلعت الجيش، طلع لسموح، طلع ليه الاتحاد قصدي السنه اللي فاتت، استوى عبد القادر اللي كان في سموح. بدانا في اول دقيقه من الوقت البدل متضايع، هنشوف بقى مدته قد ايه. ادي الكره توصل لكافو. سلام، تفتكر كافو ده نجم البرازيل؟ كان لعيب كرة ايه ملوش حل كافو ده. ادي كرة توصل على طول، بمناسبة اسم كافو لاعب المرج يعني، ادي حسام حسن يريحها الكهرباء. مش معقول كهرباء النهاردة مش في المود، خلاص كهرباء بره الجيم، كهرباء مش مركز مع الكورة، كل كورة هو الراجل بيبص للحكم. هنا احمد حسن ينجح انه يجيب اوت للمرج، وادي تبديل هينزل الحارس البديل ويطلع محمد سامح. ادي الاوت اتلعب على طول، يستلم محمد عمر، يرجع لاحمد حسن، ودخلنا في الدقيقه الثانيه من الوقت البدل متضايع. كافو في اليمين في نص ملعب المرج، يطول واحده لمحمد عمر، ترجع الكوره، لسه كرات رايحه جايه. خد عمار حمد، حط الكهرباء، كهرباء كهرباء كهرباء، فتح له طاهر، ما حطش لطاهر، ما حطش، وقفت خطفت. لا كهربا النهارده لا 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 مش فيلم، خلاص كهربا خارج نطاق الخدمه اصلا، الكهربا عنده النهارده فاصله، السلوك عند كهربا النهارده ملمسه. ادي الكره توصل على طول احمد حسن، وضربه حره من احمد عبد القادر. هو خلاص في لعيب الكوره كده في ايام بتيجي عليه خلاص، ممكن اليوم مش يومك عادي، مستعجل، الراجل عايز يرجع تاني للتشكيله الاساسيه، عايز يبقى موجود في دماغه حاجات كتير، عايز يبين لموسيماني ان انا برضه عايز ارجع. كل ده بيبقى وسيله ضغط على اللاعب على فكره، يبقى مستعجله، الراجل مش مركز قوي في اللعبه، الراجل مستعجل اللعبه، وهي بالفعل صفاره النهايه عشان ينهي حكم اللقاء احداث الشوط الثاني من التجربه الوديه واللقاء الودي اللي جمع ما بين الاهلي والمرج. انتهى بفوز الاهلي 2-1. احرز اهداف النادي الاهلي النهارده كهربا في الدقيقه 36، حسام حسن في الدقيقه 68، هدف المرج الوحيد احرزه حماده الشافعي في الدقيقه 39. سعيدتي اني اكون مع حضراتكم اعزائي متابعي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، تقبلوا تحيات معلقكم الرياضي محمد رمضان، والى لقاءات اخرى عبر شاشه قناه الاهلي، فالى ذلك الملتقى.